يوم أن كان أسلافنا يطوفون الأرض لينشروا لا إله إلا الله، ارتفعت على وجه الأرض المآذن وعلى التكبير وعلى الصيحات الموحدين الله أكبر الله أكبر. فلما قعدنا ومسكنا أذناب البقر ورضينا بالفانية أصابنا الوهن وتسلط علينا أعداؤنا، فإذا أردنا بناء مجد للأمة ترتفع مآذنه وترتفع راياته ويرفع رايات الجهاد، فلنعد إلى الدين الحق ولننشر التوحيد على أصقاع الأرض. فإن المآذن التي تردد الله أكبر يقول المؤذن بعدها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، والله إن البشرية بحاجة إلى معين التوحيد، فهل نحمل جذوة الحق والهدى لهم؟ اللهم اجعلنا دعاة إلى دينك على بصيرة يا رب العالمين.